مرحبا، بفيديو اليوم رح نعمل أطيب 4 حشوات مختلفة للسمبوسك. هالحشوات تعتبر الأكثر شيوعاً والأكثر طلباً، واللي هنن حشوة اللحم والدجاج والحشوة الهندية ببهاراتها المميزة، وما بننسى طبعاً حشوة الأجبان الشهية. ولهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف كيف بتتحضر هالحشوات الطيبة وشو محتاجة من مكونات ومقادير. أول شي رح نعمل حشوة اللحمة، نضيف شوية زيت. طبعاً المقلة عندي حامي، بصل مفروم ناعم يعني بحدود بصلتين كبار، نضيف الملح لحتى نساعد البصل إنه يدبل، وهلأ بعد ما دبلت البصلة نضيف اللحمة بحدود 1/2 كيلو أو 750 جرام حسب الكمية اللي بدكم تعملوها. طبعا مثل ما ملاحظين أنا ما كترت زيت لأنه اللحمة عندي مدهنة شوي، فهلأ اللحمة تنزل ميتها وبتنزل الدسم اللي فيها، وطبعا النار بهالمرحلة بتكون عالية لحتى نساعد اللحمة انه تنزل ميتها وما تزنخ معنا. نحاول نفككها، وهلأ مثل ما ملاحظين نشفت مية اللحمة وصار وقت انه نبهرها. نحط معلقة كبيرة من 7 بهارات، وهلأ صار فينا نضيف القسم الباقيان من البصل. هاي الحركة بتمنح الحشوة نكهة ولا أطيب، يعني بيكون نكهة البصل ظاهرة أكثر وطيبة كثير. بنصحكم تجربوها رح تلاقوا الفرق. يعني 2 دقيقة نطفي تحتها وهيك حشوتنا جهزت. هيك تمام، نطفي عليها بانتظار انها تبرد مشان نضيف عليها الاضافات يلي منحبها. وهلا رح قيمة من الحشوة اخذ نصها لانه قسم بدي ضيف له بقدونس. هالمقدار رح اضيف عليه بقدونس، وهذا القسم هلا بدي اضيف له بازيلا. كوب بازيلا مجمدة يعني بحدود كوب، رح اقلبها على حموة اللحمة رح تستوي معنا. بهالشكل، ما في داعي نسلقها لأنه هي بالنهاية رح تنقلها حبات السمبوسك أو تنشوها مثل ما بتحبوا. نسكبها وهيك حشوة اللحمة بالبازيلا تكون جهزت معنا. ننتظرها لتبرد. هاي اللحمة بعد ما بردتها رح اضيف عليها بقدونس مفروم ناعم بهالشكل. يفضل انه نضيف البقدونس بعد ما تبرد معنا اللحمة والبصل، هيك بيحتفظ بلونه الاخضر الحلو مثل ما ملاحظين. وبريحته وبطعمته، وهيك بتكون حشوة اللحم مع البقدونس جهزت معنا. وهلا بدنا نعمل الحشوة الثانية اللي هي حشوة الدجاج. بنضيف شوي من زيت نباتي، بمجرد ما حبي معنا الزيت بنضيف بصل
صفر النار، نقلب، نضيف معلقة صغيرة من الملح لنساعد البصل انه يكبر زي ما انتم. نحن ما بدنا البصل ياخذ لون، بس مجرد انه يدبل معنا. منضيف سن واحد من الثوم، نقلب هلأ. نضيف بحدود الصدرين من الدجاج مفروم ناعم بهالشكل، هيك لحتى الدجاج يستوي وينزل ميته. بمجرد ما نشف معنا الدجاج ونزلت كل ميته، نباشر بإضافة البهارات. في عنا رشة من البابريكا، رشة من الثوم البودر، رشة من الكزبرة اليافة. طبعا الكميات تقديرية حسب الكمية اللي انتم مستخدمينها. شوفوا الاخوات فيكم تضيفوا البهارات اللي بتحبوها من حاجة. منضيف جزر مفروم ناعم من قبل، وهلا منضيف ثلاثة ألوان عصير ناعم، نقلب. وهلأ لنربط المواد كلها مع بعضها منضيف صور كريم بيعطيها حموضة، بيجي معنا بهالشكل. واللي مو متوفر عنده ممكن يضيف لبنة كمان طيبة. نحرك رح تبنى حشوتنا طعم حامض. بتحبوا تضيفوا كزبرة خضراء، بتحبوا تضيفوا بقدونس، بتحبوا تضيفوا أجبان بهالمرحلة فيكم. وهلأ بعد ما خلصت كل السوائل من الخضرة مثل ما ملاحظين بطل عنا سوائل، نطفي تحت النار ومنضيف كلمسة نهائية كزبرة خضراء مفرومة ناعم، الدجاج بيلبق معه الكزبرة كتير. ولا تنسوا انه ضفنا نحنا من ضمن البهارات الناعمة كزبرة ناعمة. لاحظوا كيف الكريمة الحامضة او اللبنة اذا مو متوفر عندكم عطتها تماسك، شايفين؟ طبعا هذا غير الطعم الحامض الطيب. وهيك بتكون حشوتنا التانية، حشوة الدجاج، جهزت معنا. وهلا لنعمل الحشوة الثالثة اللي هي حشوة الخضار الهندية. في عنا حبة بصل كبيرة، 4-5 فصوص من الثوم، قرن فلفل حار حسب الرغبة، وقطعة من الزنجبيل الطازج. نفرمه
هالشكل لنحصل على هالفرمة الناعمة. هلا بمقلى على النار بنحمي شوية زيت ومنضيف خليط البصل والثوم والزنجبيل والفلفل نقليهم بهالمرحلة بكون حرارة عالية نضيف شوية ملح لحتى نساعد البصل ينزل ميته وبمجرد ما البصل نشفت ميته بهالشكل منباشر بإضافة البهارات والتوابل معلقة صغيرة من الكمون الناعم نص معلقة صغيرة من الكركم معلقة صغيرة من البابريكا نص معلقة صغيرة من الثوم البودر ومعلقة صغيرة من الكاري بنقلب مع بعض لحتى تتحمص كل هالبهارات ونبلش نشم ريحتها الحلوة هالشكل كل ما تحمصت معنا البهارات كل ما بنكسب طعم أطيب هالشكل بيوطي النار شوي وهلا منضيف الخضار في عندي خضار مشكلة جزر وبازيلا وفاصوليا نقلب حتى تاخذ هاي الخضار نكهة البهارات وطعمتها وتتقلب معنا شوي طبعا انا بهالمرحلة كنت سالقة البطاطا وهلا منضيفها بس حتى الخضار نضمن انه نزلت ميتها يعني ما بدنا الحشوة تكون رطبة كتير ننتظر شوي طبعا انا سبق ونزلت حشوة البطاطا الهندية ممكن احط لكم رابط الوصفة ان شاء الله بصندوق الوصف بس هاي الخضار الهندية يعني بيدخل بتركيبها خضار ومن ضمنها البطاطا وهلا صار وقت نضيف البطاطا نحاول نهرسها لانه ما بدنا الخضار تتمعص فمنضيف البطاطا المهروسة اخر شي ما ننسى النار هون عنا واطية وهلا بعد ما ضفت البطاطا نعملها تقليبة مع الخضار لحتى تكسب معنا كل النكهة الموجودة بالمقلى هالشكل انا نسيت حط لك زبرة يابسة
فممكن نضيف كزبرة يابسة، طبعا الكميات تقديرية حسب قد ايه انتو حابين تعملوا، فهذا بيرجع لكم، بتزيدوا بتنقصوا مثل ما بتحبوا. وبهيك حشوتنا بتكون خلصت، نطفي عليها، وكلمسة نهائية منضيف الكزبرة الخضر المفرومة طيبة كتير معها. منقلب لو فيكن تشموا هالروايح الطيبة اللي طالعة، عن جد من الحشوات المميزة للسمبوسك. وبهيك حشوة الخضار الهندية بتكون جهزت معنا، وهلأ بننتقل للحشوة اللي بعدها. وهلأ نعمل الحشوة الرابعة واللي هي حشوة الأجبان، ورح بلش بحشوة الجبنة المطبوخة بطنجرة على النار والحرارة عالية. رح ضيف معلقتين كبار من السمنة بهالشكل، ومننزل عليهم معلقتين كبار من الطحين بهالشكل. بنحرك الطحين مع السمنة لحتى يدوب معنا كل ذرات الطحين بهالشكل، وبنفس الوقت بنعطي تحميصة خفيفة للطحين. وهلأ ننزل عليه بكوب من الحليب، بسم الله، نضيفه بالتدريج ومنحرك. منحرك لحتى يتكثف معنا القوام شوي مثل ما رح تلاحظوا. بلش يتقل معنا القوام شوي شوي إذا ملاحظين، شايفين؟ هلأ منبلش نضيف كوبين من الجبن، أي نوع جبنة متوفر عندكم. أنا رح أضيف كوب موزاريلا، ومنحرك وهي الكوب الثاني. فيكن تستخدموا موزاريلا على الحل، ممكن تضيفوا جبنة عكاوي، ممكن حلوم، أي نوع جبنة بتسيح معكم. ومنحرك لحتى نساعد الجبنة إنها تدوب بهالشكل. طبعا بهالمرحلة ممكن نضيف أي شيء نحن بنحبه، ممكن حبة البركة، ممكن تضيفوا سمسم، ممكن ما تضيفوا شيء. أنا رح أضيف سمسم محمص مثل ما ملاحظين، يعني معلقة كبيرة، ومنحرك. فيكن سمسم ني ضيفوا، فيكن كل ما قلتلكن حبة البركة مثل ما بتحبوا. طبعا هون منوطي درجة الحرارة لحتى نسمح للجبنة انه تسيح على مهلها، يعني ما بدنا اياها تتحرق مثل ما شايفين. نتأكد انه كل الجبنة ساحت بهالشكل. مثل ما ملاحظين
وبهيك بتكون حشوة الجبنة المطبوخة جهزت معنا. ننتظر عليها لتبرد وبعدين منشكلها حسب الحجم القطعة اللي بدنا اياها، وبتكون حاضرة معنا للحشي. وهلا بدنا نعمل الحشوة الخامسة، وهي كمان من ضمن حشوة الأجبان. رح استخدم هذا النوع من جبن الموزاريلا، فيكم تستخدموا أي نوع بتحبوه من الأجبان، ممكن تشيدر، ممكن موزاريلا، ممكن عكاوي. نضيف الجبنة ولنسحب كل الرطوبة اللي ممكن تكون بالأجبان. رح ضيف معلقة من الطحين بهالشكل، رح ضيف كوب من الذرة، رح ضيف بصل أخضر عدد 2، رح ضيف نعنع أخضر 4-5 ورقات مفرومين ناعم، زيتون مشرح. يعني ممكن بهالمرحلة تضيفوا أي مكون انتو بتحبوه يعني وبتفضلوا. رح اضيف بقدونس بهالمقدار، يعني معلقة كبيرة. ومنخلط. هاي الحشوة تعتبر طيبة كتير، تنفع بالسبرينج رولز، تنفع بقطع السمبوسك، بعجينة الباف. إذا بتحبوا تضيفوا لها حبة البركة أو نعنع يابس أو سمسم، هذا كله بيرجع لإلكم. وهيك حشوتنا بتكون جهزت. لاحظوا ألوانها شو حلوة. طبعا معلقة الطحين اللي ضفناها رح تسحب كل الرطوبة يلي موجودة بالجبن أو اللي ممكن تنزل من الخضرة اللي ضفناها ومن الذرة، وبالتالي بتبقى حبة السمبوسك مقرمشة وناشفة مثل ما نحن بنحبها. وبهيك حشواتنا بيكونوا جهزوا معنا، ونكون حصلنا على هالنتيجة الرائعة. أطيب حشوات ممكن تجربوها العجاين سمبوسك، سواء البف أو العجين الرقيقة أو السبرينج رولز. هذا فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم، بتمنى أنه تطبقوا هالحشوات اللذيذة وتستمتعوا بأطيب سمبوسك. وكل عام والجميع بألف خير بمناسبة وقرب حلول شهر رمضان المبارك. نسأل الله أنه يبلغنا إياه والجميع بألف صحة وسعادة. ولو عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. كل وتهنى وعليكم بألف عافية. باي باي.